أخبار اليوم. المطلوب من مجلس النواب؟ لا احنا في مرحلة أصعب مراحل مرت بها مصر، ممكن نبقى فوق قوي ونبقى من الدول العظماء، ممكن نفضل زي ما احنا على الأقل خالص. فيا ريت يحلوا مشاكل المواطنين، يا ريت، أتمنى. يعني أبسط حاجة، وسط البلد، حافظة القاهرة، وزارتين، 3000 بياع متجول رموهم في الترجمان. ده لو حلوا المشكلة دي بس، يبقى إن شاء الله بأمر الله، وأتمنى أن هي تكون على قوائم المشاكل الأولى في مجلس الشعب. أنا كمواطن أو مواطنين مصريين منتظرينه بفارغ صبر. هذا هو أخطر مجلس نواب في تاريخ مصر، لأن مطلوب منه حاجات كتيرة جدا، مطلوب تشريعات، ومطلوب معارضة، مش للمعارضة، لا، لصالح المواطن. إحنا كمواطنين اتخنقنا من الأسعار ومن الزبالة ومن العطالة، وخريج الجامعة 15 مليون طالب ما همش لاقين شغل، كل سنة بنضيف لهم 900,000 طالب. هل مصر اللي هي أم الدنيا هتفضل واقفة كده، لا فيها استثمار ولا فيها تشجيع ولا فيها أي شيء؟ مجلس النواب ده مجلس جامد، المفروض الشباب يمثل فيه صح، والمرأة فعلا أنا مبسوط في حوالي 87 مرأة دخلت، والأخوة المسيحيين والمعاقين عايزينه مجلس يعبر عن جميع أفراد الشعب لما تتطلبه هذه المرحلة، لأن مصر هتقع منا لو ما كناش نلحقها. هو أهم حاجة يشوف الدنيا الخربانة دي، يعني الأسعار، طبعا الأسعار ما حدش يعني ما اعتقدش ولا غني ولا فقير ما بيعنيش من الاسعار، والادويه اللي عماله بترتفع ارتفاع خيالي دي برضك يعني يحطوا لها ويشوفوا بقى ذول الاحتياجات الخاصه. يعني والله انا اتمنى ان يكون مجلس لي شخصيه، ما يكونش زي المجالس اللي قبليه. الموافق على هذا القرار كله موافقه، فانا اتمنى ان ما يكونش كده، واتمنى ان اي مسؤول يتحاسب يغلط، سواء كان وزير او اي مسؤول حتى لو في مجلس محلي يغلط، اتمنى انه يتحاسب، ما يبقاش مثلا وتبقى محاسبه حقيقيه، ما تبقاش سوريه هنجيبك نستجوبك في ملك الشعب بعد كده تنم في الدرج. لا، اتمنى يكون في شخصيه ويكون في اختلاف، نشوف اختلاف عن اللي قبل كده. اولا التشريع، يقدر حضرتك يعني يتاخد في التشريع في اول مرتبه، بحيث ان يبقى تشريع دقيق طبقا للقوانين، او اذا كان في تعديل لبعض القوانين يبقى دي مهمه مجلس الشعب. ما تبقاش مهمه مجلس الشعب ان هو مثلا يعمل خدمه لحد، يعمل تعيينات لحد، يستغل وضعه كنائب في البرلمان لحاجاته الشخصيه. ده اللي انا عايزاه. لا، واحنا محتاجين كتير، ده احنا عندنا تشريعات كتير ناقصه، وعندنا فراغ تشريعي بقالنا كام سنه محتاجين تغييرها، غير التشريعات القديمه اللي عايزه تتحدث. معانا تشريعات بقالها يجي 100 سنه المفروض تتغير وتتحدث. طبعا ده المجلس الشعبي هيكون دوره في الاول كده، بس بالذات التشريعات اللي لها علاقه بالناحيه الاقتصاديه دي افضل، يعني او ده المفروض ان نهتم بيه في الفتره اللي جايه في الجلسات. يعني اطلب من المجلس النواب الجديد ان هو اول حاجه ان هو يراعي الناس اللي هم الفقراء والمساكين يعني وكده، ماشي، لازم يعمل معاشات، يزود المعاشات للناس الفقراء والحاجات دي، ماشي، حدود الدخل، يعني راعي محدود الدخل. كمان يشوف الشباب، اهم حاجه يراعي مشكله الشباب، يعني في شباب دلوقتي عاطل عن العمل كتير جدا. عارف الشباب المفروض يعمل لهم برامج، يا اما يدي لهم قروض، يا اما يودوهم سينا مثلا يتملكوا اراضي في سينا، يا اما مثلا يعملوا، يا اما عينهم في وظائف مثلا. مش هو القطاع الحكومي خلاص ما عادش القطاع الحكومي فيه عدد الموظفين كتير، هو بقى يدي لهم بقى ايه، يعني يشجع الشباب على ان هو يشتغل عشان ما ينحرفش الشباب ويتجه اتجاهات منحرفه وكده. فمجلس الشعب ممكن بصلاحياته الجديده يشرع قوانين للشباب، يعني هي تصلح الشباب، يعني لان الشباب هم امل الامه يعني وكده. احنا مش عايزين مجلس خدمي، لا، احنا عايزين مجلس يخدم مصر، مجلس يشارك اشتراك فعلي في ايه، توجيه الحكومه، تنقيه القوانين اللي لها سنين عدت عليها الزمان. كمان في حاجه، احنا بنحاول ننهض بالمستوى الاقتصادي بتاع البلد، فمش عايزين واحد يقول خدمي خدمي وخدمي. لا، الخدمات دي ان شاء الله لما نرتقي بالمستوى الاقتصادي بتاع مصر
نبص على المستوى الخدمي في البلد كلها يعني، والحكومه هتبقى تضبط مش هتخلي حاجه ان شاء الله غير في الرقي والتقدم لمصر ان شاء الله باذن الله. ونتمنى من الاعضاء اللي نبقوا ان هم يشتغلوا صح مع الرئيس السيسي، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.